بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 201. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله خطابا وجهه إلي بتاريخ 12 جمادى الأولى 1400، يذكر فيه أن هناك شريطا مسجلا جاء فيه على لساني أنني قلت في الأخ عبد الرحمن ميعته السياسة وأفسدته الحزبية، فيرجو الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أن أرد على هذه الكلمة التي نسبت إلي. وبناء على رغبته أمليت ما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استمعت إلى شريط مسجل من صوت أخينا الفاضل الشيخ مقبل ابن هادي اليماني جزاه الله خيرا، ثم إلى كلمات بعض تلامذته المؤيدين لكلامه، وأنا المدعو محمد ناصر الضاني أضم صوتي إلى أصواتهم جميعا، ولا أجد في كلماتهم ما يستدعي الوقوف عندها أو النظر فيها إلا ما جاء منسوبا إلي أنني قلت في أخينا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق، وهو متأثر بفكر الإخوان المسلمين، ثم تميع وميع شبابه، نسأل الله أن يهديه. هذا الكلام لا أذكر الآن أنني تلفظت به هكذا بهذا الحرف إلا إذا سمعت صوتي مسجلا به في شريط، ولا أقول هذا تحفظا أو تهربا من المسؤولية، فإنني في الواقع أرى أن التكتل والحماس في تكثير جماعة السلفيين في الكويت خاصة أنهم يسيرون على خطى الإخوان المسلمين قديما وحديثا، وهي تكثير الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي الصحيح. ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد أخرى قد تتأثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد وترجع القهقرة، ويتمثلون في دعوتهم خطى جماعة الإخوان المسلمين ذاتها التي أشرت إليها آلفة، وهي القائمة على قول بعضهم كتل ثم ثقف ثم لا شيء بعد ذلك إلا التكتل والتحزب. وأكبر دليل على ذلك أنه قد مضى على جماعة الإخوان المسلمين 60 عاما ولم نشاهد من أثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالما واحدا بين صفوفهم يرجع الناس إليه لمعرفة أمور دينهم وعلى النهج المذكور آلفا. ولذلك فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيون في الكويت وفي كل بلاد الإسلام يعنون بالتثقيف وليس بالتكتير، لأن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كلهم، ثم ينشأ بعد ذلك التجمع المنشود والتكتل المرغوب. لذلك فنحن نقول خلاف ما قيل آنفا، نقول ثقف ثم كتل، والتثقيف لا يمكن أن يتحقق فعلا بوجود عالم أو اثنين أو ثلاثة في الألوف المؤلفة ممن يستجيبون استجابة عامة
للدعوة السلفية ويكتلون تكتيلا حزبيا. فإذا لم يكن في هذه الجماعة عشرات العلماء المتمكنين في العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فسوف تنقلب الجماعة فيما بعد إلى جماعة لا علم ولا تربية على العلم الصحيح، خلافا لدعوتنا المباركة القائمة على التصفية والتربية. لهذا فأخشى ما أخشاه أن ينقلب وضع الجماعة السلفية حينما يعنون بالتكتل دون التثقيف إلى جماعة أخرى لا صلة لها بالدعوة الصحيحة، وكأني ألمس أثرا لهذا الانشغال من كلام أخينا عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في بعض رسائله، كقوله في رسالته المسلمون والعمل السياسي، حيث قال صفحة 21: ولا شك أيضا أن من أخطاء المنهج الأول أنه يفرض أقوالا في الدين لا دليل عليها، كتحريم الجماعة والحزب إلى آخره، لأنه من الواضح أنه لا يعني تكتل المسلمين على جماعة واحدة وحزب واحد، لأن مثل هذا من الأمور التي يشترك في الدعوة إليه كل الإسلاميين. بل المقصود من العبارة السابقة ولو جاءت بلفظ الإفراد الجماعة والحزب الجماعات والأحزاب، وحينئذ يقع المحظور المشاهد اليوم بين الجماعات والأحزاب كلها، كما أشار أولئك الإخوان في شريط المشار إليه آنفا. وهنا يصدق عليهم جميعا قوله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، ونحن نريدها حزبا واحدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. ومن ذلك قول الأخ عبد الرحمن هدانا الله وإياه في نفس الرسالة في الصفحة 65، وبعد كلام ينقض بعضه بعضا في نظري، قال: جازما فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين. وحينئذ أليس في هذا القول إقرار لواقع المسلمين اليوم الذين يتعاملون بكثير من المعاملات الربوية المنافية لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ثم أليس في هذا القول قضاء المبرم على رسالة الأخ عبد الرحمن التي سررت بها كثيرا حينما قرأتها وأمعنت النظر فيها، ألا وهي القول الفاصل في بيع الأجل؟ فإن أكثر التجار اليوم يتعاملون بهذا البيع. لقد وجدت تناقضا بينا بين هذين القولين، وما إخال ذلك إلا أنه من آثار هذا التكتل الحزبي والعمل السياسي الذي يفرض عليهم أن يقعوا في بعض المخالفات الشرعية. لذلك قيل بأنه لا يستطيع مسلم العمل إلا أن يرتكب بعض الحرام. هذا ما أمليته. ثم أسمعني بعض الإخوان شريطا سجلت فيه أسئلة من أحد الإخوة السودانيين حول الرسالة المذكورة: المسلمون والعمل السياسي. فيه قولي عن الأخ عبد الرحمن أظن أنه حرفته السياسة، فهذا القول أعترف به لأنني سمعته من صوتي، وفي الشريط المذكور ما يبين ذلك، وفيما تقدم آنفا ما يلتقي معه. وهذا لا ينفي عندي أن الأخ عبد الرحمن حفظه الله لا يزال معنا في الدعوة السلفية، وإن كان منشغلا بالعمل السياسي، وكل ما هناك إنما هو الخشية من الانحراف عنها، ولا سيما وقد ظهر في الجو بعض النذر كما تقدم، كما أنني لا أسمي الذين ينتقدونه في بعض تصرفاته وليس في عقيدته،
أنه من الحاقدين والحاسدين للدعوة الشريفية ويحاولون قطع الصلة التي بيننا وبين الأخ عبد الرحمن، كيف ونحن جميعا سلفيون ومن كمال دعوتنا والحمد لله التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو اشتد الناصح في أسلوبه أحيانا، فأرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكل دعاة الإسلاميين السداد والتوفيق لأقوم طريق. وإن مما يحسن التنبيه عليه إلحاقا بما سبق الكلام فيه حول التكتل الحزبي والعمل السياسي، أن الذين يقررون التكتلات والتحزبات القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي أنهم جميعا لا يدندنون لا من قريب ولا من بعيد حول الحديث الصحيح باتفاق العلماء، ألا وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أقول: فإن في هذا الحديث تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم، حيث أنه ليس لهم جماعة قائمة ولهم إمام مبايع، وإنما هناك كما ذكرت آنفا أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا. ففي هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك ألا يتحزب وألا يتكتل
مع أي جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لم توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين. ولذلك فقد نص بعض المحدثين والحفاظ المتقدمين على ما يؤكد هذا الذي يدل عليه هذا الحديث وعلى ما بينته سابقا، كما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن الإمام الطبري رحمه الله أنه قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فحينئذ يجب على السلفيين عامة أن يظلوا على دعوتهم في تفاهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يدعون كل الجماعات وكل الأحزاب إلى دعوتهم الحق هذه، ولا يتحزبونهم كحزب، ولا يقررون الأحزاب الأخرى كما قد قرأنا من بعض السلفيين أنهم يقررون هذه التكتلات وهذه التحزبات، خلافا لحديث حذيفة هذا المذكور آلفا. ونحن حينما نقرر هذه الحقيقة نعتقد جازمين أن الذي ذكرناه آنفا شيء، وأننا لا نضلل ولا نكفر أي حزب أو أي جماعة يخالفوننا في بعض المسائل الفكرية أو في منهجنا في الدعوة، ذلك لأننا نريد أن ينضم كل المسلمين إلى هذه الدعوة الحق التي لا بديل لها، لأنه هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه المسلمون طيلة هذه القرون المضت. ولذلك فنحن نقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا نريد بإخواننا السلفيين أن ينسوا خطهم المستقيم الذي كانوا يمشون عليه من قديم الزمان متأثرين بالحزبيات الأخرى، فنحن فوق الحزبيات والله عز وجل معنا ما دمنا مع كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. تفضل دكتور. بالنسبة لموضوع حساس، أعتقد أن اليمن كل مسلم في هذا الزمان، هذا هو موضوع البيعة. البيعة، هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا، فلما تكون البيعة في هذا الزمان؟ هذا اللي كان يسألك عنه أنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود غير وارد، صح؟ البيعة لمفقود غير وارد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه
إذا لم يبايع هذا الموجود قوله عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين هذا الذي ينبغي يبايع بناء على هذا الحديث وأمثاله من الحديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا، إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. وهذا هذا الكلام؟ نعم. أنا أشعر بأنه هذا الكلام على خلته هو جواب سؤالك، لكن من ناحية أخرى قد أشعر أنه أنت مرتويت من الجواب، فالري هذا يحتاج إلى نضح. فهات نشوف أنت انضح شو في عندك بعد هذا الجواب. طبعا لا شك أنك تتوضع أفكاري في هذا. عظيم. العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص، تمام، تمام، أنه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع أن نعالج ونسأل ونستفسر ونستلح عن الواقع. لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ والحركات كثرة، حتى أن الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة. صح؟ فكيف تعمل؟ مش صح، وكل يوم يدعي أن يضع على حق. فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا حالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية. هذا جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا، لكن ستجده صوابا. تعرف أمر القيش وقال لصاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لا حقير بقيصر، فقلت له عليكم السلام: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عمين سعى وراء الملك دنيوي، لكن شوف يعني يقول: وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نحصل الملك وإما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التوضيح: نحن لا نستطيع أن نوجد يعني لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت الأحزاب والقوت، وما ذكرت مثلا دول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكريا وإلى آخره. نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا وبجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى. وهنا الشاهد على الله تمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم، هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصل فكره فقط في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها،
لذلك أنا قلت علينا نأخذ بالأسباب. أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال إن تنصر الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه يفكر تفكير غربي، أي يفكر تفكير مادي، أنه هالأمة متفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم إليكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ جواب: إن تنصر الله ينصركم، ليس بقوتنا وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تقهر. ولكن هذا لا يعني أن نظل ضعفاء مادة ومعنى، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة سهلة وصعبة. سهلة فيما إذا نحن أخذنا بالأسباب الكونية والشرعية، ولا يهودنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين، لأن التاريخ يعيد نفسه. معنى هذه الجملة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. مما جاء في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الرسل هذون، فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. ما نقعد نفكر بالأسباب، نحن شو بتعبين نسوي برسل الدولتين عظيمتين هذول؟ نحن نقدر نقهرهم؟ نقدر ننتصر عليهم؟ لا، ما نستطيع إذا ما اعتمدنا على أنفسنا. أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا بها، لا شك أن الله عز وجل سينصرنا، لأن الله لا يخلف وعده. وكان حقا علينا نصر. هذا هو. ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا نحو أكثر من 10 سنوات: طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين: لابد من التصفية والتربية. تصفية ماذا؟ تصفية الإسلام مما دخل فيه، والعقل دخل فيه أكثر مما فيه. لا، ومن المسلمين الجهل، يعني عدد الأسباب، تعدد الأسباب والموت واحد. في شيء نبع من أنفسهم وفي شيء طرأ عليهم من أعدائهم. أظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية. التصفية تعني تصفية العقائد التي دخلت في أذكار المسلمين، والإسلام بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. تصفية الأحاديث النبوية من أحاديث ضعيفة الموضوع وما أكثرها. ما تسمع خطبة في مسجد في إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو موضوع. تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من مجتهدين علماء لكنهم غير معصومين، وبعضها صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدين. تصفية بعدين تصفية السلوك من انحراف عن الكتاب السني، والسلوك الصوفي مثلا هل بيزهد في الدنيا وبخالف مثل قوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإن كان هذا الخطاب خلافا لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم، هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة، وإنما هو حكاية عن المؤمنين
أتباع موسى قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون، معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان، لكن هذا كلام حق، إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا كلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة، وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. مثل قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كثير من الناس بيتوهموا أن هذا كلام يوسف، بينما هو كلام امرأة العزيز هي التي قالت وما أبرئ نفسي. الشاهد فيجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام من كل ما هو غريب عنه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جدا، وأن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا، بدليل ما بيسألوا حرام حلال، ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمون بالحيل الشرعي، ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعموا، وهي واجهة فقط ما في فرق بينها وبين غيرها إطلاقا، بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضعة الواجهة دي ولا في دي أرحم من البنك الإسلامي. امبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا أن يشتري دراسة البنك الإسلامي طريقة هذه احتحال يمكن يا ربا مكشوف، وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام، وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل. وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون، لكن مع الاحتيال. قال عليه السلام: لعن الله اليهود، حربت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلى جوا. شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا الذبيح الحلال، ما بيجوز ياكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش؟ هن لازم يرموا الدهن وبس ياكلوا اللحم الاحمر. عقوبه من الله بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي، هذا بيان في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها، سالت أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي، هذا هو الاحتيال. بهذا زين لهم الشيطان ان هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه، فباعوه صاروا يبيعوه، من قبل كانوا يرموه، هيك الله حكم عليهم، فباعوا واكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. وقصه السبت مذكوره في القران ما تخفى على مسلم، ما اصطادوا اليوم السبت يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غليانا من السمك. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية، وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك
من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين ونهذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. أيضا كلمتان لا بد من التصفية والتربية. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية يشتموا كل يوم جمعة بحيوها في سرايا عندهم، تجتمع هذه السرايا ليلة الجمعة وبيتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. أيضا هذه الأفكار تحتاج إلى نهض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه لا بد من التصفية والتربية. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أطفالهم على هذا الإسلام المصطفى، وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه بالنسبة الشيخ، يعني الجهود، يعني كلام عن جهود العلماء كم من العلماء، لكن في السوق الدعوة حيكون كيف؟ يعني العلماء هذولا في ناس يقول لك احنا لا نكون ضمن جماعة مثلا، ضمن جماعة كيف؟ او علماء، انا بعرف انه في الزمن الثالث مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلا كان السوق علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم عكتاف مقامة الدعوة في أكثر من المكان. أكيد التحزب هو ينافي الإسلام ويفرق المسلمين، وإن كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لأنه قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كيف تكون الجهود يعني تستثمر هذه الجهود؟ ما أنت كيفية، كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة، كما أنت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون. لهذا من الكلمات المأثورة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، فيجب أن يستمر الأمر كذلك، فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا أنه لا يشترط الإنسان يتبع جماعة معينة، ممكن يعمل لوحده. مش معنى لا يشترط، لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز، ليس فقط لا يشترط، لأنه معنى لا يشترط يجوز. نعم، بينما نحن قم لا يجوز. المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا. كيف؟ المنظمات الإسلامية كيف؟ لها دور يعني. تقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا يعني. قد يكون لها دور في إيش؟ في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التربية، التربية يعني تكون. لا، لا لا، لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية والتربية
فالبدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا تكتلات وتحزبات ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب صرف عن التصفية. يعني شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقته محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينصرف عن منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال، أن يكون إنسان اختص في الطب لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة اللي ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة يدون كله لازم يكونوا ايش؟ كتة واحدة في بوتقة الإسلام. أيوة بوتقة واحدة. أم بذا خلوني يا أبو أحمد ممكن أحوالي أنا اشتريت أنا بكثير ها؟ خليك أنا الأشياء موضوع الكتاب السنة الحقيقة هذا موضوع كثير أصاب النقاش والجدل حتى يعني بعض الأخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا أخي صحيح أنا أخذ من الكتاب والسنة، أخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله. مين؟ حسن البنا. نعم. أخذ من الكتاب والسنة. فتجد أتباعه الآن. يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا أخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي طب وجد الكتاب والسنة خلاص يعني هو يأخذ الكتاب والسنة. فبالتالي أنا أخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا الكلام. فتضاعف الساعة. طب كلكم تأخذ كتاب السنة. وتعال قاعد واحد اثنين منهم أول شيء بيتقاتلوا مع بعض. طب أين كتاب السنة بينكم؟ ليش بيتقاتلوا؟ لأنهم متحزبين. مش عايشين في بوتقة واحدة. بعدين حسبنا على الكتاب السني، كتاب السني هذه كلمة قليلة في الألفاظ لكن يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب السني هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر له ملاقا. حسن منا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة، ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن ممكن حسن منا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له مذاقا. حسن منا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة، ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن بنا اللي بدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بدل على علمه، لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني، لكن ما بدل على أن الرجل كان عالما. فعلمي لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسبنا، هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسبنا. طيب حسبنا له رسالة صغيرة في الأذكار ما اسم المذكورات صغيرة مرة ما بعرف شلتها ولا ما أحد كبار الإخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعها بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي
قلت له أنت على عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا خرج جالس حسن البنا، لكن من ناحية الحزبية ما يمشي الحال، لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني هيحكموا الإعدام على هذا التخريج، لأنه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب، في تحزب على عماها. ومثل الرجل كان غافل نايم متيقظ وما عطس بالمرة، يعني ما لا معني شيء كذا إلى آخره، يعني كان ذا من الله التنبيه هذه، وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بن رحمه الله. شو هي هذه الرسالة؟ حاطت كم كتاب من كتب العلماء القدامى، ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له، مش حسب القواعد العلمية الحديثية، لأنه ما هو من أهل الحديث، أبو بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم. لذلك حسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا، مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا. ما جاء هذا التعصب عن علم أبدا، وإنما عن حزبية عمياء. وأنا قلت من مدة قريبة بتشوف كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام، وربطوا علاقتهم بحسن البنا، وهذا ظاهر. ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي ابتلي بأنه خففوا لحيته، كانت لحيته جليلة، بمن يتشبه؟ بحسن البنا؟ لا، حسن البنا لحيته أقصر من لحيته الآن. شايف؟ فتجد الأخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم بربوا لحية قصيرة وبيحطوا جرافيت صورة طبق الأصل عن حسن البنا. يا جماعة وينكم وين الرسول اللي هو القدوة، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك قال أني ما بعثوا حياة الرسول. نعم الإمام بارك الله لك، من كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسة السنة واشتغال بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحت إلى الصياح. ترك الأخوة المسلمين والشباب محمد أبعد وأبعد، دينهم الألعاب الرياضية وكرة القدم وكرة السلة وما أدري إيش، هناك كرات أخرى. ياريت تكون هذه في سبيل تمسك بسنة وتقوية البنية، لأن الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف عليكم السلام وفي كل خير. ليس من الآداب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر. أشرب إيدك لمين؟ يتشبه بالكافر. ليس من الآداب الإسلامية أن يكشف عن فخذه. ليس من الآداب الإسلامية أن يلبس لباس الكشافة اليهودية في الأصل. كشاف ما بصير إلا يكون كاشف عن فخذه. ايش هذا التقليد؟ تقليد مصداق لقوله عليه السلام بخصوص الجهل من المسلمين، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه.
عفوا شيخنا معلش في استطراد بسيط. تفضل. قرأنا في الأحاديث في الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع رداءه. صح. ألا يؤخذ من هذا جواز الكشف عن فخذه؟ أولا الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة، بارك الله فيك، هذه حادثة تقف عند موضعها. نحن عم نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن يعيشها الشباب المسلم. طول بالك. يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع أصحابه ويسافر معهم ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين؟ طبعا جواب لا. لهؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك خاصة في أثناء اللعب وإدراك الوقت لهم بدون يصلوا، وهذا من العلم اللي يجب إحياؤه. الرسول عليه السلام يؤخذ منه منطلقه في الحياة، أما ما يقع منه نادرا فيمكن هذا أن يكون له سبب أو مناسبة ارتبط خروج الرسول عن عادته الغالبة، وهذا مثالنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون يعيش بين أصحابه ويدخل المسجد ويجلس في أي مكان سفرا وحضرا هو كاشف عن فخذيه. نعم هذه قصة وقعت بلا شك، لكن من الناحية الفقهية هذه ما بتدل أنه يجوز للمسلم أنه يعيش في حياته العامة كاشفا عن فخذيه. هذه قد تدل ولا تدل أنه في ظرف خاص مثل ذات الظرف اللي كان الرسول جالس يتبر، لأنك تعرف أنت عليكم السلام أنه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينة جو حار فيتبرد، وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فخذه. هذا لا يمثل حياة الرسول عليه السلام، يمثل هذه الواقع. مع ذلك تأتي هنا ناحية علمية أنه إذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بين شريعة الله لأمته على خلاف فعله، وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيهما المقدم؟ قال أهل العلم القول مقدم على الفعل، لأن القول تشفي عام، الفعل ممكن يكون لعذر، ممكن يكون خصوصية، ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث ان الرسول خطب في الناس ولابس خاتم ذهب، بنقول لبس خاتم الذهب جائز ان الرسول لبسه؟ لا، هو لبسه في وقت كان مباحا حدث غالب. وبتعرفوا انتم كبار الصحابه كانوا يشربوا الخمر، وفي قصة غريبة جدا ما هي معروفة عند الناس وهي في صحيح البخاري، أنه كانوا الصحابة مجتمعين في دار وأن سكارى، لما إجى علي وبرك الناقة أمام الدار خرج عن محمد فبقر بطن الناقة، ولما شاف علي الحالة هيجن جنونه وركض عند الرسول عليه السلام حكى له القصة. جاء الرسول عليه السلام إلى عمي حمزة فأنكر عليه ذلك. ماذا كان موقف حمزة؟ قال كلمة لو قال بعد تحريم الخمر لكفر، وخرج عن الملة والدين. قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ حمزة بيقول لابن عمه ولنبيه هل أنتم إلا عبيد يا أبائي؟ ليه؟ مش واعي سكران. نعم هذا كان في دور من تاريخ الإسلام التشريعي. لذلك إذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالاعتماد على القول على الشريعة، أما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذر
وإما من طريق خصوصية وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك. فمن هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر ومغير وضعه حتى دخل عثمان تبادر وقالت السيدة عائشة دخل فلان وفلان وما غيرت من الله. لما دخل عثمان بادرت فألقيت عليك ثوبك. قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا يمكن يكون قبل أن يقول عليه السلام انتقد الله، ويمكن يكون بعد ذلك لكن إله عذره، ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية إله. فعلى كل حال أنا كان بحثي بالنسبة لبعض الجماعات الإسلامية كيف يعيش حياة لا صلة بينها وبين الإسلام. شو السبب؟ لأنه ما درسوا الإسلام. أنا لا أعني أن كل فرد من أفراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يكون بواجب التصفية، لا، هذا بده أهل الاقتصاد. فوين أهل الاقتصاد في الجماعة تدون حتى تتربى الجماعة على هذا الأساس من التصفيات؟ تجي مثلا لحزب التحرير الإسلامي، هل بده يقيم الدور المسلمي؟ شوف حسن البنا بيقول كلمة كأنها وحي السماء، لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمة. يقول جماعتي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمة إطلاقا، بإذا خدنا نقيم الدولة بعدين الدولة بتصلح الشعب. سبحان الله، هذا عكس المنطق وعكس السنة. الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمة. وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله أسوة عزنا. ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة، ولا كل جماعة في ناس طيبين مخلصين من آخرين، لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام. أنا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام، أما تطبيق الإسلام المصفى فأين هم وأين هو؟ كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئة بالأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وعليها أقام فكره وأقام حلمه، حتى قال في تفسير الحديث السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية، أما إذا كان وأداء اجتهاده أن هذه معصية فيجب الطاعة. ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب في طاعة أميرهم والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب والسنة، لأنه هيك رأي الأمير واجتهاد له. وأنا جرى نقاش بيني بينهم يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا، ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا ما نحو 15 واحد منهم، فضربت له المثال الآتي. لواحد منهم متحمس جدا قلت له ما رأيك في قول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره خلاله وحرام؟ قال طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. قلت له وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة أئمة المسلمين خزام المجتهدين يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط، أما الخمور المستنبطة من أشياء أخرى فما يحرم منها إلا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثة كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال،
لكن آخر مصة بمصها وبيسكر هاي الحرام. قلت له شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك؟ قال إيه نعم. ما تقول قول النصارى، هذا قول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين. المقصود قلت له فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي ماذا تفعل أنت؟ قال بطيئه. بطيئه ويعتقد أن هذا حرام. ليش؟ لأن الحزب قال له إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام فهو لا يأمرك بمعصية. حوروا الحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان هنا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسب الإسلام باسم الإسلام وباسم إقامة دولة الإسلام، والله المستعان. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. الشيخ السؤال الذي أنهم يتهموننا على تسمية السلفيون يقولوا أن هذا اسم تفرقة وأنه ما تبتش في السنة. يقولون إيه تفرقة وإيش؟ وما تبتش في السنة على تسمية أننا نقول نحن سلفيون ونحن الجماعة السلفيون في الجزائر حقيقة قليلة، ونحن نحب هذا الجيل لأنه كما تعلمنا أنه على منهج السلف الصالح. وهم ماذا إلى ماذا ينتسبون؟ ينتسبون إلى المنهج الحركي وينتسبون إلى جماعة التبليغ. فإذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ نعم، ما الفرق بيننا وبينهم في ظنهم؟ في ظنهم أننا نحن خالفنا المنهج. اسمع أخي، نعم، هنا في قضيتين. نعم، القضية الأولى أن نحن بدعوتنا الشرفية نفرق. نعم، والقضية الأخرى أن هذا الاسم مبتدع ليس له أصل. الآن إذا تركنا القضية الأولى جانبا وأخذنا القضية الثانية أولا، سنبين لهم أنهم يلتقون معنا في اتخاذهم اسما يلقبون أنفسهم به، يتميزون بهذا اللقب على سائر المسلمين، والجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة كما يقولون هي من أشهرها جماعة الإخوان المسلمين، ثم جماعة الحزب الإسلامي، ثم جماعة حزب التحرير الإسلامي، ثم جماعة التبليغ، وأخيرا اليوم جماعة التي كانت من قبل تعرف بجماعة التكفير والجهاد، فالآن رفعت كلمة التكفير واقتصرت على كلمة الجهاد. كل هذه الأسماء لم تكن معروفة من قبل، ونحن نقول بصراحة أيضا نحن حينما ننتسب إلى السلف، والمنتسب إلى السلف يكون سلفيا، والجماعة المنتسبة إلى السلف يكون سلفيين، لا ننكر أن هذه التسمية لم تكن من قبل، ولكن لماذا ينقمون علينا؟ ما هم واقعين فيه؟ لكن نحن نفترق عنهم كل الافتراق في هذه التسمية ونصر عليها، ولا نرضى بها بديلا في العصر الحاضر على الأقل، لأنها تدل على المنهج الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه، وليس كذلك بقية الأسماء التي أشرنا إليها آنفا، فكل منها
لا تدل على منهج المنتسبين إليها. خذ مثلا جماعة الإخوان المسلمين، فهم ينتسبون إلى جماعة في العصر الحاضر، ونحن ننتسب إلى جماعة في العصر الغابر، وشتان بين النسبتين. وكما قيل نحن ننتسب إلى السلف الصالح الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأمرنا في بعض الأحاديث الثابتة عنه أن نتمسك بهديهم. أما الإخوان المسلمين فمن هي الجماعة التي هم ينتسبون إليها؟ هنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا تركنا الإخوان المسلمين الآن جانبا كاسم ومنهج، وانتقلنا إلى حزب التحرير أيضا، إلى من ينتسب هذا الحزب؟ إلى رجل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله وغفر لنا وله، وأنا التقيت به وأعرفه وأعرف أن منهجه لم يكن على الكتاب والسنة، والتقيت أنا معه مرتين وجرى نقاش بيني وبينه، والآن لا مجال للخوض في حكاية ما جرى، لكنه لم يكن على الكتاب والسنة، بل ولم يكن على مذهب من المذاهب المتبعة سواء في العقيدة أو في الأحكام. فيما يتعلق بالعقيدة فلا تعرفه، هل هو سلفي العقيدة أي على منهج السلف الصالح ومنهج أهل الحديث، ولا تعرفه هل هو ماتريدي أم هو أشعري، هذا في العقيدة. وما يتعلق بالأحكام فما تعرفه، هل هو حنفي أم شافعي أم مالكي أم حنبلي، بلى أنا أعرفه أنه ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ذلك لأنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر في ظنه، وهذا ما سمعته منه مباشرة. إذن إن كان الذين ينكرون علينا هذا الاسم من حزب التحرير قد ينكروا انتسابهم هم إلى حزب التحرير، وكذلك نقول في بقية أسماء الجماعات المعروفة اليوم فإنها كلها لا تعطي بهذه الأسماء منهجها، ولئن أعطت منهجا لها فلا تعطي أن منهجها على الكتاب وعلى السنة، كما هي الدعوة السلفية الصريحة في دعوتها إلى الكتاب وإلى السنة. هذا ما يتعلق بالأسماء، وتمام هذا الكلام أن نتذكر أن هذه الأسماء لا يترتب أي خطر على المسلم فيما إذا تبرأ من أي اسم من أسمائها، وليس كذلك من تبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح، لأن هذا إن كان يدري ما يقول فإنه يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين، لأن السلف الصالح على رأسه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ثم أصحابه، ثم التابعون لهم،
ثم أتباعهم، وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المشهور حديث الفرق، حينما قال تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فدعوتنا قد يلتقي مع قسم منها كل الجماعات الإسلامية التي ذكرنا آنفا بعض أسمائها وما لم نذكر منها، فكل من ينتمي إلى الإسلام لا يسعه أن يقول بصراحة أنا لست على الكتاب والسنة، لأنه إن قال ذلك فقد خرج من دائرة الإسلام. لكن هل يكفي في هذا الزمان أن ينتسب المسلم إلى الكتاب والسنة فقط؟ والحديث السابق أجاب بكل صراحة بأن من علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام في الجواب المحدد لصفة الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي، فقال ما أنا عليه وأصحابي. ويؤيد هذه الضميمة قوله تعالى في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل ذكر مع الرسول هنا المؤمنين، فقال ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان من الممكن أن يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ولكنه لحكمة بالغة عطف على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما الحكمة من هذا العطف؟ الحكمة واضحة جدا، ذلك لأن المؤمنين يشرحون لنا ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، فهم كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلة، وأقربهم وأصدقهم إليه فهما وهكذا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقتصر على الانتساب في هذا الزمان إلى القرآن وإلى السنة، هذا الانتساب يكفي في عهده عليه السلام، أما فيما بعد ذلك حيث دخلت الأفكار الغريبة والآراء الباطلة في الإسلام باسم الإسلام تارة باجتهاد وتارة بسوء قصد، فوصل إلينا الإسلام على هذا الاختلاف في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق والسلوك، فاختلف المسلمون اختلافا كثيرا. فلا يكفي اليوم المسلم أن ينتمي في فهمه للإسلام إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد أن يضم إلى ذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه دعوتنا نحن السلفيين. فنعود إلى قولهم الذي نقلته آنفا عنهم أننا نفرق. من نفرق؟ إن كنا نفرق بين الحق وبين الضلال فهذا واجبنا، وإن كنا نفرق بين المحق والضال فهذا واجبنا. فإذا هم عليهم أن يحددوا كلامهم حينما يتهمون بأننا نفرق. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه فرق، بل القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من أسمائه الفرقان. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري المفرق. المفرق من أسمائه عليه الصلاة والسلام المفرق، وهذا شرف كبير له. ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين المسلم والمشرك، وبين المؤمن والمنافق ونحو ذلك. فإذا كلمة التفريق يرحمك الله، كلمة التفريق قد تمدح وقد تقدح. ولذلك فلا يجوز أن تطلق هذه الكلمة على سبيل المدح مطلقا، كما لا يجوز أن تطلق على سبيل القدح مطلقا. هذا يشبه كثير من المسائل التي تتعلق بالعقيدة، وهذا مما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بحق رحمه الله حينما يناقش علماء الكلام وعلماء التأويل الذين أنكروا بعض الصفات الإلهية، والتي منها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه على خلقه، حيث يقول المعطلة أو على الأقل المؤولة، يقولون إن الله عز وجل ليس في مكان، إن الله عز وجل ليس له جهة. يقول ابن تيمية في مناقشة هؤلاء: نحن لا نقول إن لله مكانا أو إن له جهة، كما أننا لا ننفي المكان عنه ولا الجهة، وإنما ننظر إلى النافي وإلى المثبت، ننظر إلى كل منهما ماذا يعني إذا أثبت المكان أو الجهة، أو ماذا يعني إذا نفى المكان أو الجهة. فإن كان ما يعني هذا أو ذاك مطابقا للكتاب والسنة قبلنا معناه ورفضنا لفظه، لأن اللفظ لم يرد. فمن قال إن الله عز وجل ليس له جهة، إن كان يعني ليس له جهة من الجهات الست مطلقا، كما هو طبيعة الإنسان لابد ما يكون في جهة، فهذا قد يقال إلا أن ينفي، إلا إذا نفى أن يكون الله عز وجل في جهة العلو، حينئذ نقول له أبطلت، لأنك نفيت ما جاءت نصوص الكتاب والسنة متواترة على إثباته، وهو ارتفاع الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه. وإن عنيت بالنفي أن الله بحاجة إلى الجهة وإلى المكان
قلنا نحن معك لأن الله هو الغني عن العالمين، لكن هذا لا يعني أنه ليس له صفة العلو. فإذا كلمة تقاد تارة لا معنى صحيح وتارة لا معنى غير صحيح. فالآن الذين يذموننا ويقولون إنكم تفرقون، نسألهم نفرق بين ماذا وماذا؟ نحن دعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهل أنت معنا؟ فإن قال أنا معكم إذن نحن ما فرقنا، وإن قال لا أنا لست معكم إذن أنت افترقت عنا. هذا جواب ما سألت آنها. نعم. بالنسبة لبعض الدعاة في مدينة وهران اتهمونا بأن لا نخرج معهم للتجمع أو للمسيرة، أننا نحن كفار أو فاسقون. طيب يا أخي، هذا ليس له علاقة بالعلم، يتهموننا فهذه سنة الله في خلقه. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فالرد عليهم سهل. هل أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ فإن قالوا نعم، فإذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنا أقول الفرق إنهم تكتلوا وتحزبوا وفارقوا المسلمين بتكتلهم، فمن كان معهم في حزبهم فهو مسلم، ومن كان ليس معهم فهو ليس كذلك. إذن هم الذين فارقوا. ما دام نحن منهجنا الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فليقولوا ما شاءوا بعد ذلك، لكن المهم أن تعارضوهم. هم يتهمونكم بهذه التهمة. طيب أنتم معنا في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ أي نعم. إذن لماذا تقولون نحن منافقون أو خارجون أو ما شابه ذلك؟ المسألة هذه ليس لها تلك الخطورة، لأنه مثل هؤلاء الفاكين الكذابين الذين يكذبون ويفترون، هؤلاء لا حيلة لنا معهم سوى أن نكل أمرهم إلى الله عز وجل. ونقول أولا كما روي عن بعض الأنبياء السابقين، حينما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فنقول هكذا. أو نقول إذا كانوا مصرين على ضلالهم فينتقم منهم كما ربنا عز وجل يشاء. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسموا على الخرطوم، إنا
بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادمين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون